هواية بركوكش. كل واحد شنو كيقول لي، كيقول لي هربر ولا بركوكش ولا المحمصة، جا شبيه ليهم بثلاثة. عرفتو طب بزاف، 20 دقيقة كتيرة والله، لا كتير 20 دقيقة ليه. انا اول مرة نجربو معكم، عرفتو كنت باغا نديرو معكم شحال هادي وفي العيد الفطر، ولكن ما ساليتش، ما كتابش، دابا عاد كتاب سبحان الله. اذا شوفوا كيفاش كيجي. زدت لي مازال شويه البزار مع تحرف الحليب اللاكتوز، بدون لاكتوز كيكون حلو شي شويه. درت لي واحد شويه تاع البزار اللي زدت، والملح غتشوفوا نتوما على القياس ديالكم. اللي كياكلوا بالزبده بحال هكا، كل واحد وكيفاش، سبحان الله التقاليد مختلفه. اشنو غنقول لكم، بالزبدة هكا بلدية، ولا اللي بغيتو كاين اللي كيدير فيه العسل، كل واحد كاين اللي كيدير سنيدة، اللي سمعت الروز بسنيدة ولا هربر ولا المهم ها هو بديل بدون جلوتين صحي. اذا كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وما تحرموش راسكم. شوفوا كيفاش جا، شوفوا تبارك الله. إذن وصفة رائعة. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي يوميات بدون جلوتين سونغليتا. غادي نشارك معكم المهم الوصفة هي هذه. هذه الحنطة السوداء، بزاف ناس ما كيعرفوهاش، كيشريوها مطحونه ولا المهم حبوب. هي هذه الحنطه السوداء موجوده هنايا في اوروبا عند الاتراك، عند المغاربه كتلقاوها شي مره، حتى في المتاجر الكبرى. وفي المغرب راها في الرحبه عند الناس اللي كيبيعوا بدون جلوتين، راها موجوده. المهم غادي نديرها هنايا، غنخوي عليها الماء، نغسلها. شوفوا غادي نغسلها، نخوي هاد الماء. المهم غادي نمشي للافابو نخوي هاد الماء. هاي بعد ما غسلتها وصفيتها، بالطبع نتوما الا شريتوها من الرحبه راه خصكم تنقيوها. انا شاريه هنايا في بلاستيكه، اذا ما فيها والو غير كما كتشوفوا، غير شللتها بالماء غسلتها وصافي. بسم الله على بركه الله. غندير هنا في اناء طنجرة ولا كوكوت، او الا عندكم الوقت مازال، حيت حنا المهم صباح الخير بعدا وعيدكم مبارك سعيد، كل سنة وانتم طيبون، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يوم العيد. اذا غنشارك معكم هذه الوصفة اللي بزاف كيتسائلوا عليها وتوحشوها، هربل. غنديرو حنايا على الطريقة ديالنا وبطريقة مختلفة. غندير هذا الماء الكافي صافي، وغندير الملحة. بسم الله شعلت عليها، درت ملح، غادي نحرك. صافي وغنسد عليها ونخليها تطيب. غندير ليها على الأقل واحد 20 دقيقة ونرجع معاكم. شنو بغيت نقول لكم، المهم هربل كنقدروا نعوضوه بالروز، الاعوام الاخرى كنعوضوه بالروز وهذا، ولكن ولا بالحسوه ولا، ولكن ما كيجيش بحال. اذا غادي نديروا هذه الطريقه ان شاء الله ويكون خير. نتلاقاو من بعد. انا طفيت عليها بعد 20 دقيقه بالضبط، شوفوا تبارك الله كان شويه غتلصق، شوفوا قداش ولات والله الا بسم الله. ندوق، ما بقى خاصها والو دابا غير الحليب. هانتوما تبارك الله والله الا، شوف نفخات ودارت، المهم طلقات داك اش كنقول لي الرغا ديالها. المهم انا ما نديرش كل فيه كلشي الحليب، غادي نقص وغادي نرجع معكم. غادي نقص داكشي اللي بغيت ندير فيه الحليب، وها هو يا بركوكش. كل واحد شنو كيقول لي، كيقول لي هربر ولا بركوكش ولا المحمصه، جا شبيه ليهم بثلاثه.
عرفتو طاب بزاف، 20 دقيقة كتيرة والله، لا كتيرة 20 دقيقة ليه. انا اول مرة نجربو معكم، عرفتو كنت باغي نديرو معكم شحال هادي وفي العيد الفطر، ولكن ما ساليتش، ما كتابش، دابا عاد كتاب، سبحان الله. اذا شوفوا كيفاش كيجي. زدت لي مازال شويه البزار، مع تعرفوا الحليب اللاكتوز، بدون لاكتوز كيكون حلو شي شويه. درت لي واحد شويه تاع البزار اللي زدت، والملح غتشوفوا نتوما على القياس ديالكم. اللي كي ياكلوا بالزبده بحال هكا، كل واحد وكيفاش، سبحان الله، التقاليد مختلفه. اشنو غنقول لكم، بالزبده هكا بلديه، ولا اللي بغيتو كاين اللي كيدير فيه العسل، كل واحد كاين اللي كيدير سنيده، اللي سمعت الروز بسنيده ولا هربر ولا المهم، ها هو بديل بدون جلوتين، صحي. اذا كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وما تحرموش راسكم. شوفوا كيفاش جا، شوفوا تبارك الله. إذا وصفة رائعة. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.